نقط التحضير وهي فكرة الملابس. الحقيقة يجب انك تحضر الملابس الخاصة بيك بشكل جيد جدا قبل ما تذهب للعمل. طبعا اللبس بيعكس عليه العديد من الامور، وكتير جدا بيبصوا علينا من مظهرنا وبيحكموا عليه بشكل جيد، ولذلك من المهم جدا انك تستعد وانك تعرف ما هو الدريس كود او ما هو الزي الذي معتاد عليه في العمل والقوانين تنص عليه داخل هذه المؤسسة. طب اعرف ده ازاي؟ لو لم تحصل على هذه المعلومة أثناء الإمضاء لتوقيع العقد، في كتير جدا أثناء إمضاء العقد يقولك إن الدريس كود هيكون كذا، بيديلك تعليمات خاصة بالعمل، لكن إذا لم يتم إبلاغك بيها وإنت بتبحث على لينكد إن ولقيت الناس كلها لابسين فورمال، لقيت صور متصورين بيها أثناء العمل أو في بيئة العمل أو أثناء العمل لابسين فيها لبس يوضح دريس كود أو الزي المطلوب في العمل، تبقى أنت عندك القدرة على معرفة واستنباط هذا الأمر. طيب فشلت في معرفة هذا الأمر وانت رايح تمضي العقد، وانت أول مرة تمضي العقد أكيد لاحظت إن الناس لابسة زي معين، ما لاحظتش ده. نبدأ نبص للقطاعات، تميل القطاعات المصرفية والبنوك للزي الرسمي. طب لم أعرف ده ولم أعرف ده ولم أعرف ده، الأفضل في هذه الحالة إنك تعتمد على الزي الفورمال، لأنك لا تعلم ما هو الدريس كود الخاص بهذه المؤسسة، وإنك تلبس أعلى من الدريس كود أحسن بكتير من إنك تلبس أقل من الدريس كود. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنك تروح وإنت لابس بدلة أحسن بكتير من إنك تروح لابس سيمي فورمال، لابس قميص جوه بنطلون وتكتشف إنهم الزي بتاعهم هو الفورمال البدلة، بينما لو إنت رحت لابس بدلة واكتشفت إنهم لابسين كلهم سيمي فورمال وده الدريس كود، فمحدش هيقولك حاجة وبعد كده تقدر تلتزم بيه. ولكن من المهم جدا لو إنت مش عارف ده كله وفقا للحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها، إنك تلتزم فقط بالزي الرسمي. ما هو الزي الرسمي الفورمال الخاص بالرجال؟ لو هنتكلم على الرجال هتجد هنا بانه الزي الرسمي هم في البدل وهي الافضل. اولا البدلة السوداء، ثانيا البدلة الرمادي سواء الفاتحة او الدارك الغامقة، ثالثا النيفي بلو او الازرق الغامق. طبعا البدل دي هي البدل الافضل في بيئة العمل كفورمال او كدريس كود رسمي للبدل بالنسبة للرجال، والحال ده وفقا للعديد من الاعتبارات. ونحاول ان احنا نتجنب اي بدل لونها فاتح او اي بدل تبتعد عن هذه الالوان. طيب ده بالنسبة للبدلة. بالنسبة للقميص نحاول ان القميص يكون لاما ابيض او ازرق فاتح او لبني او هذه الدرجة من الالوان. نحاول ان احنا نبتعد تماما عن الالوان السوداء لانها بتميل الى ملابس السهرة في القمصان والملابس التي داخل البدلة. لو احنا هنلبس في احدى الدول الخليج وبنرتدي العباءة، فتحاول ان العباءة تكون بيضاء، تبتعد عن العباءات ذات الالوان الاخرى، وتلاحظ هنا ان العباءة تكون لا يوجد فيها العديد من الرسومات. في كتير بيكون لابس رسومات على العباءات او فيها اشكال، نحاول انها تبتعد عن الزخارف وتكون سادة قدر الامكان وتكون بكواليتي عالية او جودة عالية حتى تظهر انها سليمة وتكون طبعا مكوية ونظيفة. كل ده هيؤدي الى ان شكلك في البدلة او الفورمال او العباءة كل ده هيكون منظره جيد. بالنسبة للفورمال للسيدات فطبعا الموضوع لن يختلف كثيرا. بالنسبة للبدل هتكون لإما بدل سوداء او بدل رصاصي سواء الفاتح او الغامق او البدل الازرق الغامق. بالنسبة للبلوز اللي بتتلبس داخل البدل هتلاحظي انها لإما الوان ابيض او الوان خاصة باللبني الفاتح او السماوي او البيبي بلو او البيبي بينك، الحاجات اللبنية، الحاجات البينك الفاتح، كل هذه الالوان مقبولة. نبتعد عن الرسومات، نبتعد عن الزخارف الشديدة، نبتعد عن الالوان الفجة، الاصفر، الاحمر، هذه الالوان غير مطلوبة في بيئة العمل وهي ملفتة، فحاولي انك تلتزم بيها. لو ترتدي العباءة تحاولي ان تكون العباءة كمان لديها الوان سادة لا يوجد فيها رسومات كثيرة، تحاولي ان الالوان تكون نيوترال، تكون حيادية، ما يكونش في تداخل كبير في الالوان، يتماشى العباءة مع الحجاب. كل هذه النقاط يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. من المهم جدا واحنا بنتكلم على البدلة الفورمال ان احنا ننبه على العديد من الامور، زي ما احنا قلنا انه نبتعد عن الالوان السوداء في القميص او البلوزة لانها بتميل الى ملابس السهرة. كمان نلاحظ ان حجم الجرافطة بتاعتنا تكون شيك، تكون العناصر الحديثة، الجرافطات القديمة اللي كانت كبيرة او عريضة او ضخمة جدا لم تعد لها موضة في الوقت الحالي. كمان يجب ان احنا نلاحظ ان الجرافطة ما تكونش لونها اسود او الوان غامقة، تحاول ان الالوان تكون مفرحة. كل هذه النقاط من الحاجات المهمة. كمان تلاحظ هنا ان الزي اللي انت بتلبسه يجب انه يتماشى مع الحذاء،
تحاول ان الحذاء يكون كلاسيك ولا يكون حذاء رياضي او كوتشي او خلافه. كمان حاول ان يكون الشراب او الجزء اللي انت بترتديه في قدميك يكون ليس رياضي ويكون كلاسيك. وانا انصح انك ترتدي شرابات قطن وتكون طويلة ليست قصيرة وليست بالحجم الذي يمكنك انك تشعر فيه بعدم الراحة. الاشياء الصغيرة، الاحجام الصغيرة، كل دي ممنوعة ويجب اننا نبتعد عنها. كذلك من المهم جدا ان احنا نلاحظ ان البدلة يجب انها تكون بدلة خاصة بالعمل. حاجة كتير جدا يقولك انا عندي بدلة الفرح اروح اجيبها. طبعا بدل الفرح بتقسيمتها او البدل الخاصة بالمناسبات غير مناسبة تماما للعمل، لانها مصنوعة بهدف المناسبات وليست العمل، ففيها ترتر، فيها ألوان زاهية، كل هذه النقاط غير مطلوبة في العمل ولا تتناسب معاه. نحاول كمان ان البدل تكون مناسبة على الجسم بتاعنا. ما ينفعش ان احنا نجيب بدل واسعة جدا او جلابيب واسعة جدا. نحاول ان يكون السايز او المقاس بتاعها يكون مناسب لينا. ما تحاولش انها تكون ضيقة جدا. في البعض يقولك طب انا هزبطها يخليها سكيني قوي على الجسم، طبعا المنظر بيكون غير مقبول. نحاول انها تكون مقاسها مظبوط. كمان نحاول ان البنطلون ما يكونش طويل، نحاول ان هو يكون بالمسطره مظبوط علينا. كل هذه النقاط هتخلي منظرنا شكله جيد وكمان هيكون مظبوط، هيؤدي الاداء الافضل. ثالثا النظافه الشخصيه. تحضير النظافه الشخصيه بيلعب دور مهم كمان وانت رايح في اول 100 يوم. ومن المهم جدا انك تراعي مجموعه من العوامل قبل ما تروح مكان العمل. اول حاجه طبعا الشعر واللحيه. مادام عندك شعر ولحيه يجب انك تكرمه، يجب انك تحافظ على مستوى معين وشكل يليق بيه. سواء لو ده انك بتطلع وانت مربيها حاول انك تظبطها او انها تكون منسقه قدر الامكان. وكذلك لو كان عندك شعر حاول ان يكون الشعر مهندب او مرتب. حاول ان يكون الا يكون طويلا زياده عن اللزوم او شكله اجريسيف او شكله حاد يثير الانتباه، يكون الشكل اللائق بالعمل. كمان نحاول نلاحظ ان احنا نحافظ على فكره ووجود. لو احنا نشتري معجون حلاقه، لو احنا نشتري منتجات العنايه الشخصيه، نحاول انها تكون عندنا ونجيبها علشان لما نبدأ بيئة العمل او نبدأ الشغل نبقى احنا مستعدين له. كمان من الحاجات المهمة جدا ان احنا نحافظ على قدر من الاهتمام بالشعر اللي بيطلع فيه الوجه. كتير جدا بيهتم بشعر اللحية وشعر الرأس وبينسى او يتجاهل الشعر اللي ممكن يطلع هنا، الشعر بيطلع هنا، بتلاقي الشخص قاعد قدامك وفي حاجات نازلة من هنا وفي حاجات نازلة من هنا. طبعا ده منظر لا يكون لائق، فحاول انك ايضا تراعي هذه الامور حتى يكون مظهرك افضل فافضل. لا ننسى ايضا انك تراعي جدا الاظافر. حاول ان تكون الاظافر نظيفه وتكون مقصوصه ويكون شكلها مهندم. ولا ننسى طبعا ان يكون الملابس تكون مكويه وتكون مرتبه ونظيفه. ونصيحه مني، حاول ان الدولاب بتاعك يكون مرتب ويكون عارف انت هتلبس ده يوم الاحد، ده يوم الاثنين، ده يوم الثلاثاء. كل هذه النقاط هتساعدك ان يكون لديك تنظيم لوقتك وانك تكون محافظ على حاجتك. البدل طبعا مش بتتغسل داخل المنزل، فانت بتحافظ على ريجولر ووشنج او بتحافظ على غسيل بشكل دائم عند الشخص اللي بيساعد في هذا النقطة. فحاول انك دايما توديها دراي كلين، دايما توديها المغسلة، تحافظ على نظافتها قدر الامكان وتبقى انت عارف ان في نهاية الاسبوع بروح للدراي كلين يتظبط وينظف البدلة. ببقى انا عارف ان انا عندي قمصان ابيض ولبني فاتح، عندي كمية موجودة اقدر ان انا يكون عندي ابدل فيهم واغسلهم ويكوي دورة الكوي. فتحاول انك مع الوقت تبني الستورج، تبني المخزن بتاعك، تبني الدولاب بتاعك، تبقى انت عارف عندك 10 قمصان ما بين الازرق والابيض، تبقى انت عندك البدل بين الرصاصي وما بين الاسود وما بين النيفي بلو او الازرق الغامق، تبقى انت عارف تعمل ده وده، تبقى انت عارف تدمج ما بينهم. كل هذه النقاط هيساعدك فيها التنظيم. تبقى انت محضر الدروب، تبقى انت محضر الدولاب بتاعك، تبقى انت محافظ على فكرة النظام والتنسيق في ملابسك، هتساعدك كتير.